اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من برنامج تعلم الشطرنج. الحلقه اللي فاتت عرفنا المبادلات المربحه واتكلمنا عنها كويس، وعرفنا عشان نعرف التبادل بتاعنا مربح او لا لازم نعرف قيم القطعه، وعرفنا مين هي اقوى قطعه في القيمه ومين هي اقل قطعه في القيمه. والنهارده هنتعلم حاجه جديده خالص، وهي اول تاكتكس معانا اسمه التو فولد اتاك، او بالعربي نقدر نقول عليه الهجوم المزدوج، وهنتعلم كل حاجه فيه بالتفصيل، وده هيبقى اول تاكتكس معانا عشان نقدر نكسب ماتيريال. ودلوقتي خلونا نبدا اول فقراتنا حصه الشطرنج. دلوقتي ميعادنا مع حصه الشطرنج، وهنتكلم النهارده على اول موضوع في التاكتيك الخاص بلعبه الشطرنج. التاكتيك يعتبر الروح الحقيقيه للعبه الشطرنج، لان هو اللي بيدينا الامكانيه ان احنا نقدر نكسب ماتيريال، ومكسب الماتيريال من اهم العوامل اللي بتساعد بفوزنا بالمباراه كامله. فخلينا تعالوا نشوف، قبل ما نشوف النهارده التاكتيك بتاعنا هيمشي ازاي، نرحب باصدقائنا وابطالنا الدائمين. يحيى ازيك؟ عامل ايه؟ كويس. كله تمام؟ وناتالي اخبارك ايه يا ناتالي؟ كويس. كله تمام؟ تمام. نبدا موضوعنا النهارده، موضوع التو فولد اتاك. التو فولد اتاك دوت عبارة عن الأفضلية العددية للقطعة. إيه معنى الكلام دوت؟ دايما الأفضلية العددية للقطعة في الشطرنج هي اللي بتكسب. يعني لو عندي قطعتين بيهاجموا قطعة عليها مدافع واحد، يبقى الهجوم ناجح، هكسب ماتيريال، وهنشوف ده دلوقتي. بس خلينا نعرف إزاي قطعتين بيهاجموا نفس المكان. خلينا الأول نشوف، في هنا عندنا بيشوب في الجي 4 والكوين في البي 5. القطعتين دول عاملين تو فولد اتاك، او هما الاثنين مهاجمين مربعات معينه. كل المربعات اللي مكتوب عليها نمبر 2 ديت او رقم 2 باللغه الانجليزيه، كل المربعات دي عليها تو فولد اتاك، يعني القطعتين بيسيطروا عليها. فكل القطع اللي هتبقى موجوده هنا او معاها مدافع واحد بس، الاسود هيخسرها. هنشوف المثال دوت بشكل اوضح في المثال اللي بعده. طبعا هنا البيشوب بيهاجم النايت، ده قطعه بتهاجم قطعه ما عليهاش حمايه، فبنكسب ماتيريال. طب هنا بيشوب بيهاجم نايت، لكن النايت ده الروك بتدافع عنه، مهاجم قصاده مدافع، الموضوع تعادل كده، هناكل ماتيريال مساويه للماتيريال اللي هنخسرها. نيجي بعد كده هنا البيشوب والروك الاثنين بيهاجموا الحصان، يبقى عندنا اثنين مهاجمين والروك بتدافع عنه، مدافع واحد، اتنين مهاجمين قصاد مدافع، كده الابيض هيكسب ماتيريال لانه هجومه اكتر. هو ده التو فولد اتاك، يعني لما الروك تاكل الروك كسبنا نايت 3 نقط، الروك لما تاكلنا 5 بنرجع الخمسه 5 نقط تاني بتوع الروك، يبقى كده احنا معانا 3 نقط زياده، اللي هي قيمه القطعه اللي كسبناها نتيجه ان احنا عندنا اتنين مهاجمين قصاد مدافع واحد. ونفس الكلام لو حصل لو انا كلت بالبيشوب، هكسب نفس الماتيريال. دلوقتي طريقه الكابشر مش هتفرق، لكن في اوقات لازم طريقه الكابشر افكر فيها واختارها صح. طيب هنا برضو الروك والبيشوب عاملين تو فولد اتاك على البيشوب البلاك ده، وفي مدافع واحد عنه، لكن انا لو عملت كابشر بالنايت هكسب ماتيريال، ولو عملت كابشر بالروك هكسب ماتيريال، مفيش مشكله، الاثنين مظبوطين والاثنين صح. النايت ياكل البيشوب كسبت ماتيريال لان عدد المهاجمين اكبر. طيب نيجي للمثال بتاعنا دوت، طريقه الكابشر هتفرق. هنا انا صحيح عامل تو فولد اتاك، عندي بيشوب بيهاجم نايت وكوين بيهاجم نايت، يبقى عدد المهاجمين اثنين، لكن المدافعين بيشوب في البي 7 مدافع واحد بس، يبقى انا المفروض طبقا لقاعده الافضليه العدديه اللي احنا قلناها انا بكسب ماتيريال. لكن انا عندي قطعه كبيره قوي في الماتيريال اللي هي بتسع نقط، الكوين بتهاجم الحصان، لو انا ابتديت الكابشر بيها هكسب 3، لكن هو هيعمل ريكابشر لتسعة، فهياخد مني الكوين بتاعتي. فلازم لما يبقى عندي من ضمن المهاجمين بتوعي قطعه كبيره قوي، مش هي اللي تبدا الهجوم، القطعه اللي تبدا الهجوم القطعه المساويه للقطعه اللي احنا هنعمل لها كابشر، او القطعه مساويه للقطعه اللي بتدافع عن القطعه اللي معمول لها كابشر. زي ما احنا هنشوف دلوقتي، البيشوب الكوين لو كلت النايت احنا كده بنخسر ماتيريال، ما بنكسبش ماتيريال بالرغم من احنا قاعده الافضليه العدديه في صالحنا. لكن لو ابتدينا نعمل الكابشر بالبيشوب وهي دي الطريقه الصح، لان البيشوب بيساوي قيمه المدافع،
وهي دي الطريقة الصح كده كسبنا ماتيريال. ساعات هنا التو فولد اتاك البيشوب والروك اتنين مهاجمين بيهاجموا نايت عليه مدافع واحد، المدافع بون قيمته نقطة واحدة، فلازم أكون حريص في الطريقة اللي هعمل بيها كابشر. لو عملت كابشر بالروك هخسر ماتيريال لأن البون هياخد مني خمس نقط، فلازم أبدأ الكابشر بالبيشوب عشان أقدر أكسب ماتيريال. اختيار طريقة الكابشر مهم جدا في التو فولد اتاك. البيشوب لما ياكل النايت كسبت ثلاث نقط، البون هياكلني استرد الثلاث نقط بتوعه، لكن الروك جت في الاخر خدت بون، يبقى انا كسبت نقطه في النهايه نتيجه التو فولد اتاك او قاعده الهجوم المزدوج. دلوقتي يا يحيى تقدر تقول لي ازاي الابيض يقدر يكسب ماتيريال؟ نايت ياكل في البي 6. نايت ياكل في البي 6، احنا مهاجمين البي 6 بكام قطعه؟ اثنين. اثنين، الروك والبيشو والنايت. وفي كم مدافع عن البيشوب؟ واحد. واحد. طب احنا لو ابتدينا نايت تيكس بي 6 هياكل في البون، بعد كده نعمل ايه؟ ناكل العسكري. ناكل العسكري بالروك يبقى كسبنا بون، تمام؟ لكن لو انا ابتديت الكابشر بالروك ده هيبقى صح؟ لا، هنخسر نقطة. نخسر نقطة عشان ابتدينا بنعمل كابشر بالقطعة الكبيرة وده مش صح، يبقى الإجابة الصح نايت تيكس بيشوب، النايت ياكل البيشوب، لما الروك تاكل البون يبقى احنا كده كسبنا ماتيريال. ناتالي تقدري تقولي لي ازاي هنا نقدر نكسب ماتيريال؟ ناكل الروك اللي في الدي 5 بالروك اللي في الدي 3. برافو عليك. طبعا احنا هنا مهاجمين الروك اللي في الدي 5 بقطعتين، الكوين والروك، لكن احنا هنبدا الكابشر بأني قطعه؟ الروك، لان هي القطعه الصغيره، هنبدا كابشر بالروك لان الروك القطعه الصغيره، فالروك هتاكل الروك اللي في الدي 5، لما النايت ياكلنا نعمل ايه؟ هناكل النايت بالكوين. الكوين تاكل النايت، برافو عليكي. يبقى الكوين تاكل النايت تعمل ريكابشر، يبقى احنا كده كسبنا ماتيريال لان احنا عملنا كابشر بالطريقه الصح. ساعات ودي اخر حاجه، التو فولد اتاك مش شرط يكسبنا ماتيريال دايما، زي الاكزامبل اللي قدامنا ده. هنا عندنا قطعتين اقوياء، اتنين روك عاملين هجوم المزدوج، قطعتين بيهاجموا قطعه واحده اللي هو الحصان، والحصان ده بيدافع عنه بون واحد بس، ومع ذلك احنا هنا لو جربنا ناكل روك تيكس نايت البون هياكلنا، الروك هتاكل البون بحسبه بسيطه لقيمه الماتيريال اللي احنا المفروض نبقى عارفينها وهنقولها دلوقتي، هنلاقي نفسنا خسرانين. اخر حاجه هنقولها قيم القطعه، البون قيمته نقطه واحده، البيشوب والنايت قيمتهم 3 نقط، الروك قيمتها 5 نقط، الكوين قيمتها 9 نقط. طب الكينج حد يقول لي قيمته كام؟ لا، الكينج قيمته لا محدوده، انفينيتي، لان الكينج بيمثلنا احنا. الكينج لو الدور انتهى احنا دورنا بينتهي، لو دوره انتهى احنا دورنا بينتهي، اتعمل له تشيك ميت انا خسرت. فالكينج قطعه انفاليبل، ما اقدرش احط لها قيمه من كتر ما هي مهمه، عشان هي مهمه قوي مش قادر احط لها قيمه رقميه. وبكده بنكون وصلنا لنهايه حصه الشطرنج، ونروح مع بعض لفقرة جربها بنفسك اللي هنتدرب فيها بشكل عملي على اللي شفناه دلوقتي. ودلوقتي مع فقرة جربها بنفسك اللي بيقوم فيها أبطالنا بالتدريب العملي على حصة الشطرنج اللي اتعلموها النهاردة. وطبعا النهاردة زي ما حضراتكم شفتوا أخدنا التو فولد أتاك، وده أول تاكتيكس معانا في الشطرنج وأسهل تاكتيكس طبعا نتعلمه، اللي هو معنى التو فولد اتاك ان في قطعتين من عندي بيعملوا اتاك على نفس القطعه بتاعه الخصم. خلونا نبدا مع يحيى. اول سؤال ليحيى، جاهز يا يحيى؟ طيب انت هنا يا يحيى بتلعب بالقطعه السوداء، لو جيت قلت لك التاكتكس بتاع التو فولد اتاك معمول ولا لا هنا؟ طيب تقدر تقول لي فين القطعتين اللي عندك اللي بيهجموا على نفس القطعه عند القطعه الابيض؟ الملك والوزير. برافو عليك يا يحيى، فعلا معانا الكينج والوزير بيهاجموا على نفس القطعة اللي هي الطابية. طيب دلوقتي وفعلا اللي بيحمي هنا الوزير بس، يبقى أنا بهاجم عليه باتنين وهو بيحمي بحاجة واحدة بس اللي هو الوزير. طيب دلوقتي يا يحيى لو قلت لك عايزين نبدأ فعلا نكسب الماتيريال دي من اللي قصادنا، هنبدأ ناكل الطابية دي بإيه؟ بالوزير. ما ينفعش بالملك الأول؟ الوزير حامي. برافو عليك. يبقى نبدأ كده نوري المشاهدين هيحصل إيه؟ كده انت اكلت الطابيه، لو الوزير اكل الوزير تمام جدا، برافو. زي ما يحيى عمل كده معانا
ان كان في تو فولد اتاك فعلا موجود على الروك، ان بيهاجم عليها بالوزير والملك، وفعلا النقله الصح البدايه الصح اللي هو لازم ياكل بالوزير الاول، لان الملك ما ينفعش يروح على مربع متهدد اللي كان متهدد بالوزير. نيجي على سؤال نتالي. جاهزه يا نتالي؟ طيب هنا انت بتلعبي بالقطعه البيضاء، في تو فولد اتاك فعلا معمول هنا. طب تقدري تشرحي لنا كده فين القطعتين اللي بيعملوا اتاك على نفس القطعه وتكون محميه بحاجه واحده بس؟ الروك والبيشوب مهاجمين على البيشوب وهو محمي بالنايت بس. بالظبط بالظبط، فعلا كده في قطعتين بيعملوا اتاك على نفس القطعه. طيب عشان نقدر نكسب ماتيريال زي ما اتعلمنا، عشان في الاخر نبقى طالعين معانا ماتيريال اكتر كسبانينها، نقدر نبدا ازاي عشان نكسب الماتيريال من اللي قصادنا؟ ممكن ناكل البيشوب بالبيشوب. طيب نحرك كده نشوف، نشوفها عملي. وبعد ما يجي حصان الاسود ياكل البيشوب نعمل ايه؟ ناكل الحصان بالروك. طيب كان ينفع نبدا بالروك الاول؟ كده هنكسب ماتيريال اقل. برافو عليك، فعلا دي الاجابه النموذجيه اللي قالتها نتالي، اللي هي ما ينفعش نبدا بالقطعه الاكبر لما يكون القطعه اللي بتحمي القطعه اللي انا مهددها قيمتها صغيره، فلازم نبدا بالفيل عشان في النهايه نشوف احنا كسبنا كام بوينت وخسرنا كام بوينت، والنتيجه النهائيه تطلع مكسب لينا في النقط. ودلوقتي يبقى وصلنا لنهايه فقرتنا، وهي فقره جربها بنفسك. يلا بينا نطلع على فقره التحدي. ودلوقتي مع التحدي اللي فيها بيتحدى فريق الملوك انا ويحيى، بنتحدى فيها فريق كليوباترا كابتن مصطفى وناتالي. دلوقتي احنا اتعلمنا مع بعض يعني ايه هجوم مزدوج، او يعني ايه تو فولد اتاك. تو فولد اتاك دي من اول المراحل التكتيكيه اللي بنشوفها في مرحله اللعب او التاكتكس، اللي هو بيقدر يكسبنا ماتيريال، لان التهديدات المزدوجه ان احنا ندافع عنها في نقله واحده دايما بتكون صعبه. فاحنا عرفنا يعني ايه تهديد مزدوج، وازاي نقدر نعمله، وازاي نقدر ننفذه بشكل سليم. كل اللي ناقصنا النهارده ان احنا نشوف ابطالنا وهم بيلعبوا في مرحله التحدي بيعملوا دوت باني طريقه، ومين اللي هينفذه على اكمل وجه هو اللي هيبقى كسبان معانا في المرحله ديت. يلا بينا نبدا التحدي. نتالي بالقطع البيضاء طبعا هي اللي هتبدا الاول. طبعا زي الفقره اللي فاتت ان احنا ممكن نوقف التحدي لغايه ما حد فيهم يطبق فعلا التو فولد اتاك او الهجوم المزدوج اللي اتعلموه النهارده. طبعا دايما القطع الصغيره لما بتهدد القطع الاكبر منها، زي ما حصل دلوقتي البون هدد البيشوب، البيشوب اضطر يتحرك ويبعد، والا الاسود كان هيخسر ماتيريال. بالظبط، خصوصا ان العسكري اللي بيهدد البيشوب محمي بالعسكري الثاني. وطبعا التشيك اللي اداها يحيى للابيض لناتالي اللي هي البيشوب اللي ادى تشيك، ما كانتش نقله مفيده، لان هي خلته يتحرك بنفس القطعه مرتين اجبر على ده، ودي حاجه مش صح في بدايه الدور. المفروض في بدايه الدور نستخدم كل قطعه مره واحده بس بقدر الامكان. مظبوط فعلا، وعشان برضو يا كوتش، عشان ما نحطش القطعه بتاعتنا الكبيره تحت التهديد، يعني لما عمل الكش كان بسهوله قدرت نادلي تهدد البيشوب بتاع يحيى. طبعا الطرفين المره دي قاموا بالتبييت اتجاه جناح الملك او الشورت سايد كاسلينج. تبييت اتجاه جناح الملك عاده بيكون امن، او لما الطرفين بيبيتوا في نفس الاتجاه ده بيكون امن شويه. دي كده اول طريقه اتعلمناها لنكسب ماتيريال من اللي قدامنا، وفعلا نتالي قدرت تحقق كده ان العسكري عمل اتاك على الفيل والفيل مالوش هروب. الفيل ما بقاش عنده مكان يقدر يهرب فيه، فبالتالي اضطر يخسره قدام بون، وبالتالي خسر ماتيريال. وزي ما احنا ملاحظين احنا علقنا من فتره بسيطه جدا ان التشيك اللي اداها البيشوب ما كانتش صح، ويمكن هو ده اللي ادى مع الوقت ان الغلطه الصغيره ديت تكبر وتؤدي لخساره يحيى القطعه. طبعا ناتالي بتستمر بالهجوم على القطع، ودايما الطرف اللي بيبقى معاه افضليه ماديه او افضليه تميز في زياده في عدد القطع او ان هو كسبان ماتيريال بيكون مستريح اكتر، وان هو يقدر يستخدم اي قطعه في الهجوم لان هو معاه الافضليه العدديه، معاه قطع اكتر ويقدر يهاجم او يقدر يعمل اللي هو عاوزه. وفي اغلب الاوقات
مبادلات القطع بتكون في مصلحة الطرف اللي معاه الأفضلية في الماتيريال. يعني كل التبادلات دي دلوقتي المفروض ان هي بتصب في مصلحة الأبيض أو في مصلحة الأبيض. يا ريت نشوف بقى من أبطالنا استعداد حقيقي للتوفل ده أتاك. طبعا زي ما قلت لحضراتكم في الأول اللي هيحقق التوفل ده أتاك الأول اللي هو الهجوم المزدوج، إن هو معناه إن هو يهاجم بقطعتين على قطعة واحدة من الطرف الثاني تكون محمية بحاجة واحدة بس. طبعا اللي هيقدر يحقق كده الأول هو اللي هيكسب التحدي. وطبعا أفضلية الماتيريال لحد دلوقتي في مصلحة فريق كليوباترا فريقنا، لكن هنشوف ايه اللي هيحصل في النقلات الجاية. طبعا سبب ان المبادلات دايما بتبقى في مصلحة الطرف اللي معايا أفضلية الماتيريال، ان لو كل القطع بقت تم تبادلها مع بعض او اتبدلت مع بعض هيفضل فرق الماتيريال موجود ومحتفظ بيه من الطرف المتفوق، وبالتالي هيقدر يكسب بسهولة. وده اللي احنا هنعرفه مع بعض اكتر في المرات الجاية، هنعرف ازاي ايه الطريقة الافضل ان احنا نقدر نكسب بيها، ايه الطريقة الاحسن لبداية التصرف واحنا معانا ماتيريال او واحنا خسرانين ماتيريال. وطبعا حضراتكم عارفين ان الجيم بينتهي او الكسبان بيكسب لما يعمل تشيك مات للملك، بس المرة دي احنا عاملين تحدي مختلف شوية عشان يطبقوا فعلا الدروس ونقدر نعرف ان هم استفادوا فعلا من الدروس دي وطبقوها كويس. عشان كده قلنا ايه اللي هيطبق التو فولد اتاك الاول او الدرس اللي بيتعلموه كل مرة بنبدأ نعمل ايه ان هو كسب التحدي. طبعا الكوين بتاع ناتالي تحت التهديد، النايت مهدد الكوين قطعة بثلاث نقط بتهدد قطعة بتسع نقط، قطعة التسع نقط ما ينفعش ابدا تفضل واقفة في مكانها، فلازم تبعد عن التهديد دوت. الكوين اهم قطعة عندنا ما ينفعش نخسرها ابدا، وبالذات قدام قطعة فرق القيمة كبير زي النايت. طبعا دايما لازم نحاول نخلي كل القطع بتاعتنا تنتشر. يعني انا هنا اقدر انصح ناتالي ان النايت اللي في البي 1 ما ينفعش يفضل ابدا في البي 1، لازم يخرج من مكانه، لازم القطعه تنتشر وتتحرك. هنضطر طبعا نستخدم الاستثناء يا كوتش زي ما قلنا في بدايه حلقاتنا، ان احنا نضطر نساعدهم شويه عشان خاطر يحققوا فعلا الحاجات اللي كانت اتعلموها النهارده يحققوها بطريقه صحيحه. طبعا هنا ناتالي اختارت ان هي تدافع عن طريق ان هي تعمل انتربوزنج، لان هي لقت ان هي لو دفعت عن الكوين بتاعها عن طريق ان هو يتحرك هتخسر الروك اللي وراه مقابل فيل، فهتخسر ماتيريال، فهي قررت تدافع عن طريق ان هي تعمل انتربوزنج عشان ما تخسرش ماتيريال خالص، وده افضل تصرف في الموقف ده. ودلوقتي يحيى انا شايف ان هو فعلا بيستعد ان هو يعمل تو فولد اتاك على القطعه اللي متهدده اللي هي الحصان بتاع ناتالي. طبعا التهديد كان من عند يحيى ان الكوين ياكل البون دوت ويعمل تو فولد اتاك على النايت اللي في البي 5، لكن ناتالي ادركت التهديد دوت وحركت الروك بتاعتها في السي 1 عشان الكوين ما يقدرش يعمل كابشر للبون ويعمل التو فولد اتاك. وبكده انا شايف ان الاولاد مستواهم بقى تطور بشكل كبير جدا، وبقوا بيفكروا احسن وقدروا يستفادوا بالمعلومات اللي احنا قلناها، وبشكل كويس جدا بيحاولوا يطبقوها بقدر الامكان. وطبعا الشطرنج لعبه عباره عن اكتساب خبرات وتطور مع الوقت، ومعنا متاكد ان هم مع تطور الدروس وياخدوا الدروس الجايه والمعلومات الجايه هيكونوا احسن واحسن. ابطالنا القادمين ناتالي ويحيى مع بعض ما هيتطوروا ويتحسنوا، واعتقد التحدي النهارده جه في مصلحه فريق كليوباترا لان احنا اللي معانا الماتيريال، والنتيجه تبقى 2-2. وبكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا، اتمنى تكونوا استفدتوا. مع السلامه.